طب كابتن، ممكن تشرح لنا بس نظام القرعه المفروض يبقى ازاي؟ انا عارفه هم 4 مستويات، صح؟ مصر المستوى الثاني. بالظبط كده. اه، بص عليك فاشرح تقول بس حاجه. للجمهور. المستوى هي البطوله كلها معموله 32 فريق ب4 مستويات. مصر في المستوى الثاني، المستوى الاول داخل فيه الدنمارك واسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا والمانيا والبرتغال والسويد. ماشي. مصر في المستوى الثاني داخله مع ايه؟ معانا تونس، معانا تونس والارجنتين والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا طبعا. التصنيف الثالث ايسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا واليابان والبحرين والتشيك والاورجواي. التصنيف الرابع طبعا انجولا وراس الاخضر والكونغو الديمقراطيه والمغرب وبولندا وروسيا. وطبعا لسه في دولتين لسه هيخشوا لغايه دلوقتي، هو 30 فريق بس. امريكا الجنوبيه في وامريكا الشماليه ولا والبحر الكاريبي. هم دول الفرقتين لسه المفروض ان التصفيات لسه الشهر الجاي يعني. طبعا عشان تقدر تجاري الفرق الاوروبيه دي لازم تكسب فرق اوروبيه طبعا، لازم. ده مفيش احنا كاس العالم اللي فات اللي احنا خدنا فيه الثامن احنا ما كسبناش فرق اوروبيه، احنا تعادلنا بس. الفرق الوحيده اللي تعادلنا معاها هي المجر، وخسرنا من قطر، وخسرنا اعتقد من فرقه ثانيه يعني اوروبيه يعني. كان السويد. السويد كان السويد يعني. طبعا علشان تقدر تكسب دي محتاجه شغل كتير جدا. التصنيف اللي محطوط ده انا شايف هو طبعا ان التصنيف النهارده هيتقال مع النهارده اللي هو القرعه ان هي تتعمل. طبعا لسه احنا لسه هنختار المجموعه اللي احنا هنلعب فيها. اتمنى ان احنا نختار فرقه برضو فرق قويه نلعبها في الاول، عشان مش هتبقى صعبة يا كابتن انت كده كده هتجاريهم. لازم عشان تكسب او انت عايز تحقق ميدالية يبقى انت لازم تكسب فرق قوي. وكمان عشان تكسب اول حاجة اول مجموعة هتبقى من 4 فرق يختاروا الاول والثاني والثالث. لو انت اخترت مثلا انت دخلت في المجموعة الاولانية هيختاروا اول 3، هتلاعب الاول والثاني والثالث من المجموعة الثانية. الفرق اللي انت هتلاعبها في مجموعتك مش هتقدر تلعبها في هم كام مجموعة بالظبط يا كابتن؟ هم هيتقسموا على 8 مجموعات. كل مجموعة 4 فرق يختاروا الاول والثاني. كل مجموعة الفرق بتلعب بعض، واول 3 مراكز هي اللي تتأهل. بالظبط كده. اول المراكز اللي هيلعبوا بعض يعني مثلا الاول المجموعة الأولى هيلاعب المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة للرابعة لغاية السابعة هتلاعب الثامن. هيبقوا 6 فرق. الفرق اللي انت المفروض لعبتها في مجموعتك مش هتلعبها تاني. يعني بحيث ان انت مثلا لو جي مثلا معاك الدنمارك، جي معاك السويد وحط معاهم نتيجه كويسه جدا، النتيجه دي بتطلع بيها للدور الثاني فمش هتلعبهم. فدي حاجه كويسه كده كده. بدل انت عايز تحقق هدف او تحقق بطوله او مش بطوله، مش هقول بطوله عشان بس ما يكونش الموضوع. يا ريت طبعا، ليه الواحد يا ريت بيتمنى. نتمنى والله يا كابتن، انا عارفه المنافسه صعبه طبعا.